مساء الخير. نبدأها لنشرة من تونس، حيث قدم وزير الخارجية كمال مرجان استقالته من مهامه. جاء ذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بخروج رموز الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الحكومة. ويسعدني أن أستضيف عبر الهاتف من تونس العاصمة السيد كمال مرجان. مرحبا بك سيدي معنا. بداية، هل استقالتك تندرج في إطار الاستجابة إلى من يطالبون بإسقاط الحكومة؟ الحقيقة استقالتي تندرج في مساعدة السيد الوزير الأول الذي لا زال يواصل مفاوضاته مع الجهات المعنية في لتكوين حكومة ولإضافة ربما مجموعة أخرى من الوزراء إلى الحكومة لتسهيل الأمر عليه، وخاصة بطبيعة الحال استجابة لما أعتبره واجب وطني، لأن أهم شيء ليس الأشخاص وإنما مصير البلاد ومستقبل البلاد ومستقبل هذه الثورة والوصول إلى بر الأمان بها. سيد مرجان، كيف تكون يعني بإمكان هذه الاستقالة أن تكون مساعدة لرئيس الحكومة محمد الغنوشي؟ الحقيقة أنتم تعلمون ما هي الشروط التي فرضت على السيد وزير الأول بخصوص عدد من الوزراء الذين تعتبرهم بعض الجهات أنهم من الحكم السابق. أنا رجل وطني وأنا رجل أعمل لفائدة بلادي ولا أريد أن أصعب الأمور. بطبيعة الحال تكون لي الحرية في النشاط وفي النضال السياسي كما أراها لفائدة هذا الوطن ولفائدة هذا الشعب العزيز. إذن سيد مرجان، هل هناك ربما توجه إذن نحو استقالة كل من كان عضوا في حزب التجمع الدستوري؟ يعني هذا تقريبا الشيء الذي طلب من السيد الوزير الأول، وهو كما قلت لكم لا زال بصدد المفاوضات في هذا الصدد. ومرة أخرى أؤكد أني قمت بهذا من واجب الوطنية والمساعدة له. نعم سيد مرجان، سؤال أخير ربما، كيف ترد على الذين يقولون بأنك ستشكل حزبا وأنك ستترشح للانتخابات الرئاسية، وهل كنت بالفعل المرشح المفضل لخلافة بن علي؟ كان هذا ربما من الأسباب التي صعبت مهماتي في السابق. يعني كل هذه تصورات لا يعلم بها إلا الله. مستقبلي في الحقيقة هو بين يدي، سأقوم بما أراه صالحا لفائدة هذا البلد ولفائدة من يعتقدون. سيد مرجان، نعم. هناك من يقول بأنك المرشح المفضل لواشنطن، ما هو تعليقك على ذلك؟ نفس الشيء، أقول نفس الشيء. أنا علاقتي بواشنطن مثل علاقتي بأي عاصمة أخرى، عملت معهم في لمدة طويلة كمسؤول بالأمم المتحدة. كل واحد له الحق يقول ما يشاء، ولكن الحقيقة أنا عندي علاقة وحيدة هي علاقتي مع تونس ومع بلادي. شكرا جزيلا لك سيد كمال مرجان. شكرا لك. We saw that same desire to be free in Tunisia, where the will of the people proved more powerful than the writ of a dictator. And tonight, let us be clear, the United States of America stands with the people of Tunisia and supports the democratic aspirations of all people. We must never forget that the things we've struggled for and fought for live in the hearts of people everywhere.
موجودين في تونس ومع كبار قادة الجالية اليهودية في تونس، وقد نقل التلفزيون تصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا فيها أن إسرائيل كانت تعتبر بن علي من أهم الرؤساء والأنظمة العربية المؤيدة سرا لسياستها بالمنطقة، وإنها الآن تخشى مجيء رئيس تونسي جديد يعتبرها عدوة وليس دولة صديقة كما كان يعتبرها الرئيس المخلوع بن علي الذي منع الشعب التونسي من الخروج في شوارع تونس للتظاهر ضد إسرائيل خلال الحرب على غزة عام 2008، كما منع جمع أموال وتبرعات مادية لمساندة أهالي غزة. في موقع